في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا، انه طريقة كلام النبي ايجابية، هو زي ما انه لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. الجانب الثاني لا تحقرن من السيئات شيئا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لغة ايجابية، لغة النبي صلى الله عليه وسلم وكلام النبي عليه الصلاة والسلام هو كلام ايجابي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يصنع فيك الإيجابية، يبقى يطرق مسامعك مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة بالإيجابية إيجابية، فيتحول جسمك كله لإيجابي، عقلك لإيجابي، تفكيرك لإيجابي. اليوم إحنا مشكلة واحد من مشاكلنا بالأردن الأخبار السيئة، الأخبار السلبية، الضرب والعنف ومش عارف مين، وطفل بكرتون ومقتل 50 وانتحار 70 وشقيق يقتل شقيقته وكذا وكذا وكذا، هذا كله أخبار سيئة. سلبية الأخبار تؤثر على نفسيتك. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أراد لك أن تكون إيجابي، لا تحقرن من المعروف شيئا، ومثلها بالمقابل كمان مثلها لا تحقرن من السيئات شيئا. لكن خلينا مع كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لا تنظر أبدا بعين التهاون لأي كلمة خير، لأي عمل خير، لأي صدقة خير. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا النار، شوف النار قديش، إن النار قد أوقدها الله عز وجل 1000 عام حتى احمرت، ثم أوقدها 1000 عام حتى بيضت، ثم أوقدها 1000 عام حتى سودت، فهي سوداء معتمة. قديش عظيمة هاي النار، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك اتقوا النار اللي وصف لنا إياه، ولو بشق تمرة، مش بتمرة، شق تمرة، نص تمرة، نص تمرة. يعني قديش قيمتها النص تمرة، كم قيمة النص تمرة، قديش قيمتها بالسوق؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لك اجعل نصف التمرة وقاية بينك وبين النار، نصف التمرة اجعل وقاية بينك وبين، بنفع بنفع عند الله عز وجل، عند الله تبارك وتعالى له قيمة نصف التمرة، لأنه هذا نصف التمرة انت في نظرك شيء بسيط، لكن عند الله عز وجل هو دليل على أن قلبك من الداخل يريد أن يعطي، لكن هذا اللي الله قدرك عليه. شوف من عدالة الله عز وجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبق درهم 100,000 درهم، درهم بسبق 100,000. قالوا كيف يا رسول الله؟ يعني شو معنى سبق؟ يعني أحسن، يعني مرات بيكون الدينار أحسن من 100 دينار. كيف يا رسول الله؟ قال رجل معه درهمان، واحد عنده درهمين، فتصدق بأحدهما وأبقى الآخر، فيكتب عند الله تصدق بنصف ماله. قديش نسبة الدرهم لأملاكه؟ النص، النص، فيكتب عند الله أنه تصدق بنص ماله. شوف عدالة ربنا سبحانه وتعالى. ورجل معه مال كثير، يمكن معه 1,000,000، فتصدق 100,000، قديش انكتب عند الله؟ 10 ماله. فأبو الدينار اللي تصدق بدينار من دينارين هو عند الله نصف ماله، أبو 100,000 تصدق بعشر ماله. مش معنى ذلك إنه الغني بطل يتصدق، لا، بس النبي صلى الله عليه وسلم بيشجع الكل، بيشجع الكل على أن يتصدق. يعني في واحد بيقول لك أخ لو معي 100,000، لا مش شرط 100,000، والله 10 قروش تتصدق بها، 10 قروش تتصدق بها لوجه الله عز وجل، أنها تقع عند الله في موقع لا يعلمها إلا الله. ولذلك شوف حديث النبي ما أجمله، قال إن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير. شو معنى تقع في يد الله؟ مش إنه الله فاتح إيده سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. تقع في يد الله يعني يصل أجرها إليك، ويصل خبرها إلى الله تبارك وتعالى قبل ما تلامس إيد الفقير، فيربيها، يربيها كما يربي أحدكم فلوه، زي اللي عنده مهرة وبشبل فيها وبكبر فيها وبلاعبها وبغذيها مشان تكبر، حتى إذا جاء يوم القيامة، إذا إجا يوم القيامة وجدها كالجبل. هي كانت صدقة، بس ربنا من رحمته، يعني بين قوسين بين قوسين، من فرحته بهذه الصدقة التي عملها عبده، من فرحته بهذه الصدقة اللي عملها عبده،
بيظل يكبرها وينميها ويكبرها وينميها، وهذا معناته عين رعاية، ولا الله بيقدر يقولها كن فتكون. لكن شوف حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقرب لك الصورة، حتى يصير في بينك وبين الله مودة، حتى يصير في بينك وبين الله يعني علاقة هيك عاطفية بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. فينميها كما يربي أحدكم فلوه، زي اللي عنده مهرة ودار باله عليها، لما بيجي يوم القيامة قد الجبل. هي شو كانت؟ كانت درهم، كانت درهم. فالمعروف أي معروف، تخيل إحنا الآن الحمد لله بالأردن 10 مليون، لو 5 مليون كل يوم يعملوا معروف، أي معروف أي معروف، فيصبح عندك في المملكة الأردنية الهاشمية كل يوم 5 ملايين معروف. قديش؟ 5 مليون، 5 ملايين معروف في يوم واحد في بلد. طب كيف بصير بلدنا كله 5 ملايين معروف؟ كيف بصير البلد كله؟ عشان هيك لا تحتقر من المعروف شيئا، ولا تقول هذا بسيط، في نظرك بسيط، عند الله عز وجل له قيمة، ويربيه وينميه ويجازي عليه ويضاعفه سبحانه وتعالى محبة لك. يعني بس أنا أضرب مثال بسيط وإن شاء الله يعني من غير تشبيه ولا تجسيم. راح الشاب توظف واستلم راتب أول شهر ومعطينه 300 دينار، روح لأمه حط بإيد أمه 100 دينار. قديش فرحة الأم؟ هي الأم مش عاوزة، بس يعني ها ثمرت وجنى ولدها، قديش حست فيه، قديش هي فرحتها. ولله المثل الأعلى، الله عز وجل يفرح للمعروف الذي نقوم به، لا لأن الله يمس منه شيء تعالى الله، ولكن لأن الله تبارك وتعالى يعني يحب لنا الخير وينمي لنا الخير، يحب لنا الخير وينمي لنا الخير، يحب منا المعروف وينمي لنا المعروف، يأمرنا بالمعروف ويثيبنا على المعروف سبحانه وتعالى. هذا جزء من رحمة الله عز وجل. الأم حتى في بيتها، بدي أعطيكم بس أمثلة خفيفة عن موضوع المعروف في بيوتنا. يعني الأم طبختي، بدي أسألك سؤال، سؤال واحد، أنت مأجورة ولا غير مأجورة؟ قطعا الأم مأجورة في بيتها، قطعا قولا واحدا أن الأم مأجورة في بيتها على ما تقوم به من طبخ 100%. طيب شو رأيك تجعلي أجر هذا المعروف والثواب للنبي عليه الصلاة والسلام، لروح والدك، لروح والدتك، على نية شفاء مريض، على نية أن الله عز وجل يعني يدفع الشر والضر عن أولادك، عن أهل البيت، ما أنت ما أخذيت الأجر. لا تحقرن من المعروف، ولو كان معروف أنه أجر الطبخة. أنت دسك سؤال يا أم، لما تنظفي في بيتك هذا مجانا عند الله؟ لا والله مو مجانا، قال عليه الصلاة والسلام نظفوا أفنيتكم، فأنت تقومي بأمر أوجبه النبي عليه الصلاة والسلام، فأنت مأجورة. هو أنت لما تلبس أولادك الصبح، لما تفطريهم، لما تعمل لهم سندويشة، لما تغسي ملابسهم، لما كل هذه الأعمال البيتية هي عند الله ببلاش؟ لا والله مي ببلاش. طب أسألك يا أخوي يا حبيبي يا موظف، أنت لما رحت على وظيفتك فقط لك الراتب؟ لا، أنت مأجور، لك أجر أنك كففت نفسك عن السؤال، أنك أنفقت على أهل بيتك، أنك وسعت على الناس، أنك ساعدت الآخرين. مرات والله معاملة تكون طويلة عريضة بتوقف لأن الموظف مجاز، فإذا حضورك له أجر. أنت بتفكر بس مقابل الراتب؟ لا. طب ما تجعل هذا الأجر لروح النبي عليه الصلاة والسلام، لطلب التفريج عن المسلمين، لطلب أن الله يزيد في أرزاقه، بتستشعر من الداخل أنك تقوم بعبادة. هو المعلم لما بوقف قدام الطلاب أو المعلم توقف قدام الطلاب بس أنت مقابل الراتب، والله بشيب الرأس، والله بشيب الرأس. لا، أنت أعتقت إنسان من الجهل، أنت أعتقت إنسان من ظلمات الجهل وخرجته لنور العلم والتعلم، بثيت فيه رسالة سامية، أعطيته قيم طيبة، أعطيته أنت دفعة للمستقبل، علمته طمناجه في الحياة، كل هذا قديش أجرك عند الله؟ هو أنت لما بتكون بالدفاع المدني بتطلع تطفي حريق أو بتنقذ أو بتساعد أو بتسعف، أنت مقابل الراتب؟ لا. شوف كم حياة أنقذت، شوف قديش ممتلكات أنت، قديش خسائر وقفتها، قديش فرجت عن إنسان، قديش خففت آلام إنسان، قديش كم روح أنقذتها أنت من الموت، كم روح أنقذتها من الموت. طب شو هذا كله؟ تفكروا ببلاش؟ لا، عند الله عز وجل بأجر، كله هذا بأجر.
هو شرطي السير اللي واقف بالشمس برا او واقف بالحر برا هو مقابل الراتب؟ لا. كيف سهل عمل الناس، سهل عمل المواطنين، حمى الناس من بعض البعض، حماهم من التغول، حماهم حما، هذا كله تفكروا ببلاش؟ لا مش ببلاش، هذا كله عند الله عز وجل بأجره. ولذلك أنا بقول لك كل حياتك تدور مع الدين، فلا تحقرن من المعروف شيئا. لا أظن أنه عمل من الأعمال الصالحة التي تقوم بها هو عند الله عز وجل سهل وميسور وبتقدر تستغني عنه. هو الآن حاتم لما بطلع صوته على مقابل الراتب حاتم؟ لا، وقاعد برتب أناشيد وبجهز وبطلع الصوت وبطلع الصورة وبطلع بطلع. كل هذه الأعمال لا تحقرن منها شيئا، لكن القاعدة أن العبادة ليست فقط صلاة وصيام، وإنما أعمالك التي تقوم بها اليومية إذا جعلت معها النية تحولت إلى أعمال صالحة، فلا تحقرن من العمل الصالح شيئا. الله يقدرنا إحنا وياكم في برنامج هم كم يتعاون من شاشة عمان تي في. لا تحقرن من المعروف شيئا، خليها قاعدة في حياتك وقاعدة في بالك. والله حتى شربة المي أو قطعة الخبز أو الطعام بتحطه لبسة لقطة، أنت عند الله مأجور. شوف الحالة الثانية، دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت. لما واحد سقى كلبا أجلكم الله بالماء، النبي صلى الله عليه وسلم قص لنا قصص. شوف قصص النبي كلها إيجابية، قصص النبي صلى الله عليه وسلم كلها يعني كلام إيجابي مشان نتعلم منه. بينما رجل يمشي في الصحراء إذ بلغ به العطش مأخذه مبلغه، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، نزل في البئر شرب ما يطلع. فبينما هو يمشي إذ وجد كلبا يلهث من العطش، بلهث من العطش، شو قال؟ قال لقد بلغ من الكلب هذا مثل الذي بلغ مني من العطش. طب شو أعمل؟ فنزل إلى البئر، كيف بدي يطلع مي؟ فخلع خفيه أجلك الله الحذاء فملأه ماء، كيف طلع؟ مسك الحذاء بفمه وشار شعبط على الحيطة لحد ما طلع فسقى الكلب. أسألك سؤال، من الذي رأى؟ هو بصحراء، لا في إعلام ولا في فيسبوك ولا في مواقع إخبارية ولا في حدا. مين شافه؟ الله عز وجل، الله يراه سبحانه وتعالى. فشكر الله له، مين اللي شكر؟ الله، الله فاعل. فشكر الله، مين اللي قال له شكرا؟ من الذي شكره؟ الله. فأدخله الجنة. لا تحقرن المعروف شيئا. شوف هاي مرأة دخلت النار في 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 بس حبستها، وهذا ده رجل دخل الجنة في سقاية كلب من الماء. ولذلك لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني بنؤجر احنا، قال في كل كبد رطبة أجر، في كل كبد رطبة، يعني كل كائن حي. الكبد الرطبة لا تكون للكائن الحي، كل كائن حي تعمل معه خير، تعمل معه معروف، تطعمه، تسقيه، تؤاويه، تدفيه، تحميه، كل كبد رطبة فيها أجر. كل كبد رطبة، كل كائن حي بتصنع فيه معروف. وذاك أنا مرات بستغرب لما أقول لك مثلا هل يجوز أني أتبرع بدم لمسيحي أو غير مسيحي؟ ما له علاقة. مساعد أنت، كنت كمسلم تساعد العالمين، تساعد الناس، تفرج عن الناس، بتوقف مع الناس، تحمي الناس، كل كائن حي في كل كبد رطبة أجر. هذا كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت الآن بدك تبدأ تعيد حساباتك في كل تصرفاتك. إن كنت في البيت والله مجالستك لأولادك ولزوجتك إنه فيها أجر، مجالستك لزوجتك وأولادك فيها أجر، إدخالك السرور عليهم بنكتة بعبارة بحبة حلويات لزوجتك بهدية بوردة بابتسامة بشكرا فيها أجر. يعني لا تحقرن من المعروف، ولو إنه بعد ما زوجتك تطبخ وتغديك تقول الله يسلم إيديك، والله ما شاء الله الأكلات طيبات، هذا مش هو معروف؟ لا تحقره، تقول إيه ما يعطوا نار تطبخ يا سيدي، مش بديش أكبر رأس. أشوف الكلام اللي بصير، ما بدي أكبر رأس، بديش أعودها على المديح وبعدين بكرة بتطغى ومش لا. لا تحقري من المعروف إنه زوجك إذا لبس له قميص جديد ولا بدلة ولا كذا تقوله ما شاء الله عليك الله يحميك. لا تحقرن من المعروف إنه ابنك لما يجيب علامة كويس تقول ما شاء الله عليك أيوة هيك يا أبوي.
لا تحقرن من المعروف انه بنتك لما كان اول طبخة عملت لك جوز بيت قولها ما شاء الله، الله يسلم ايديك يا بنتي، والله هالاكلات حلوات زاكيات، لما تعمل لك كاسة شاي تعمل لك فنجان قهوة، لا تحقرن من المعروف. لما تدخل على مكان يحطوا لك فنجان قهوة لا تحقرن من المعروف تقول شكرا. لما حارس العمارة يجيب لك غرض لا تحقرن من المعروف تقول له الله يعطيك العافية. لما إنسان يسدي لك معروفا لا تحقرن تقول له شكرا بارك الله فيك. لما واحد يمديك عليه بالسير ويقول لك تفضل أنت بالأول لا تحقرن المعروف ترفع إيدك تقول له شكرا. لما سيدنا الشيخ يخطب فيك الجمعة لا تحقرن من المعروف تقول الله يعطيك العافية والله اليوم فهمتنا شيء جديد أو إلى غيره. لما الأستاذ يروح على ابنك مبسوط من أستاذ لا تحقرن من المعروف ترفع التليفون على المدير تقول له شكرا للأستاذ الفلاني. كل هذا معروف موجود عندنا. لما إنسان يدعو لك لا تحقرن من المعروف تقول الله يتقبل منه منك ربنا يستجيب. شوف بالله عليك كيف تتحول حياة الناس كلها إيجابيات. أولها الابتسامة. لا تحقرن من المعروف إنك تقول لعامل الوطن اللي بنظف باب بيوتنا وعماراتنا لا تحقرن من المعروف تحط لك إيده دينار ليرة مصاري ولا على الأقل شكرا ولا تبعث له بريق شاي ولا لا تحقرن من المعروف. تعرف بريق الشاي شو بسوي مع العمال اللي بكونوا بزفتوا بالشارع هذول؟ والله هذا بالنسبة لهم عن صدر كنافة، كاسة شاي دافي ومو واقفين بالبرد، يا بيسووا لهم رقعة يا إما بيصلحوا مية يا إما بيمدوا انترنت يا شو ما كان، وبعثت لهم بريق شاي. يعني لا نقطع المعروف من بعضنا البعض، لا نقطع المعروف من بعضنا البعض، لأنه هذا كله عند الله مسجل، وهذا بصير توارث جيلا بعد جيل، نتوارث عمل الخير ويصبح سمة لبلدنا. إنه إحنا ليش بقول فضل الله عاد بيقول عنا نشام؟ الحمد لله رب العالمين بيقولوا عن بلدنا نشام، لأنه في عنا الفزعة، النخوة ما زالت موجودة. صح إنه في ناس بيحاول يقتلها وفي ناس بيحاول إنه يعني يضيعها، لكن المعروف عند الله تبارك وتعالى. فنسأل الله عز وجل إنه يجعلنا كلنا من المبادرين للمعروف، يجعلنا كلنا إن شاء الله سباقين للخير، ولا تنتظر من الآخرين شكرا، لا الشكر من الله عز وجل، لا تنتظر من الآخرين مدحا، إن مدحوك فذلك فضل من الله، لكن إذا ما مدحوك أنت بتعمل لوجه الله عز وجل. وكل علاقاتنا الاجتماعية والله لو دخلنا فيها جانب المعروف بتزول منها النكد، بيزول منها الضغينة، بيزول منها الحسد، بيزول منها التحسس، إذا كان فيها معروف، الابتسامة، السلام، المصافحة، جبر الخواطر، الكلمة الطيبة، الشكر، كل هذا معروف نحتاجه احنا. الله يفتح علينا عليكم إن شاء الله. قولوا اللهم آمين. باقي معنا دقائق بسيطة. أحمد المحمد الدنش الله محييك، عهد القصيرين والنعم، رائدة حسن أهلا وسهلا فيك. إذا في معنا اتصال شوفنا نأخذ اتصالين قبل ما ينهي البرنامج. ريهام عمر اللهم اجعلنا من أهل المعروف وذرياتنا، كلنا منقول اللهم آمين. اعقل وتوكل ما شاء الله عليك يا دكتور. دكتور ما تعليقك على منشورات الرياضي؟ في محكمة ستقضي وأنا سألتزم الصمت كمحمد نوح، سألتزم الصمت تجاه الترهات التي يذيعها على صفحته إلى أن يصدر قرار المحكمة. لن أنساق أمام أشياء هي أقل مستوى وأقل مكانة من أنه أشغل نفسي أو أشغل وقتي فيها. في قرار محكمة سيصدر قريبا فيما قالوا على صفحات الفيسبوك وما قالوا وما ذكروا، سيصدر فيه قرار محكمة، وبعد ذلك لكل حادث حديث. وأنا أعلم ماذا أقول، لكن لن أنجر ولن أنساق أمام أناس نواياهم عند الله عز وجل مكشوفة ونواياهم عند الله عز وجل معروفة، وهذا كلام ما راح أعلق عليه. في محكمة تصدر المحكمة قرارها، وكلنا نثق بقرار المحكمة ونثق بما عرض على المحكمة، واللي عنده شيء هذيك المحاكم موجودة، ذلك دائرة مكافحة الفساد موجود، روح عليهم. أما هذا التعامل الشخصي ما في تعامل شخصي.
في محكمة وفي دائرة مكافحة فساد وفي دولة مؤسسة. التعامل الشخصي أنا لا أتعامل معه شخصيا. همسة أمل ربي يحميك يا دكتور اللهم آمين. أم أنس الله محييك يا أم أنس. نور الهدى الطوالبي الله محييك يا رب. عمران يا مرحبا فيك. بناخذ اتصال. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك دكتورنا الغالي؟ يا مرحبا. الله يعطيك ألف ألف عافية. الله يعافيك وسلمك. بدي أوجه رسالة للمواطنين أنهم يعملوا بالكلام اللي أنت حكيته ويلتزموا فيه. يا رب. إن شاء الله نكون غير أمة قوية بإذن الله. إن شاء الله يا رب. حبيت أمس عليك. الله يبارك فيك يا أحمد. الله يرضى عليك ويسلمك. سلمت يا أخوي سلمت. الله يرضى عليك. الله يا رب يرحم سيدنا الشيخ نوح. الله يجعله في جنان الكبرى يا رب. اللهم آمين. ويخلينا في الحج جمعة لي. طور عمرك يا رب. كرمك الله يا أخوي. الله يرضى عليك. يا مرحبا. حسين من السعودية أهلا وسهلا فيك. دكتور فيك تيجي لأمريكا نتشرف. حاضرين. أمريكا قريبة. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم. اللهم آمين. دكتور انت اخلاقك رفيعة واعلى من هذا الكلام كله. والله الموضوع الان انا حاطه في المحكمة والقضاء هو الذي يحكم. ولن اتنازع عن القضية اذا كسبتها من اجل مقابل ابتزاز من اي كان من اي جهة تريد ان تبتز. هذا الكلام مرفوض. على كل حال احنا خلينا مع كلام النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي يعني